السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبعد أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكل كان يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد نزل النبي أماكن ثم استقر عند بني النجار وهم أخواله رضي الله عنهم، بدأت بعض الترتيبات كي تثب الأمور في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المقدم إلى المدينة كان بداية لما يسمونه الآن الدولة الإسلامية، دولة من الدول بدأت تقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن استجزنا أن نسمي دولة. فدار الهجرة كانت مأوى، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور كي يستتب الأمر في مدينته، فأخذ البيعة على عدد من الأشخاص، وكان قد أخذ البيعة على عبادة بن الصامت وكان من النقباء يوم العقبة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. أخذ النبي البيعة على عدد من النساء، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فبايع النبي طائفة من النساء، وبايع على حسب ما تقتضيه المقامات. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ننوح، فما وفت منا إلا خمس نسوة. فذكرت أم سليم وامرأة أبي صبرة وأم أبي صبرة، ذكرت خمسة من النسوة هن اللواتي فقط وفينا بما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت أميمة بنت رقيقة مع نسوة يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، فمدت يدها للمصافحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. الشاهد أن الرسول أخذ البيعات، عدد من البيعات على عدد من الناس، وحسب ما تقتضيه أحوالهم، لأن البيعة في العرب كانت لها هيبتها، فكانوا إذا بايعوا في الغالب يفون إلا أهل الغدر وأهل الخيانات. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة تستلزم الإرث، يعني آخى النبي بين مهاجرين وأنصاري، إذا مات المهاجري يرثه أخوه الأنصاري، وهذا قبل نزول آيات المواريث، وإذا مات الأنصاري ورثه المهاجري. قال تعالى بعد ذلك: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. آخى النبي بين سعد بن الربيع من الأنصار وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وهذه المؤاخاة كانت شهيرة جدا لما فيها من كرم سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وقد مات قبل الفتوحات الإسلامية. فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، قال سعد: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، تعال أشاطرك مالي، خذ نصف مالي واترك لي النصف. فقال: وكذلك عندي زوجتان
انظر إلى أيتهما شئت حتى أتنازل لك عنها وتتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. والقصة شهيرة. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء كما لا يخفى عليكم. ففي الحديث: أخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، فعاد سلمان وأبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة. الحديث معروف. أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وخارجة بن زيد، وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبين عتبان بن مالك، عتبان بن مالك الصحابي المشهور. فهذه بعض صور المؤاخاة. أخى النبي أيضا بين أبو عبيدة بن الجراح وأبو طلحة رضي الله تعالى عنهما. وكانت هذه المؤاخاة تستلزم أن هذا يرث هذا إذا مات، إلى أن نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فنسخت تلك المؤاخاة التي تترتب عليها المواريث، وبقيت الأخوة في الله، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا شك أن هذه المؤاخاة كان لها قوتها وكان لها أثرها في تقوية شوكة المسلمين. ثم إن النبي أيضا قسم السكنى، المهاجرون قدموا ليست لهم سكنى. قالت أم العلاء: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى، يعني جاء من نصيبنا أن يسكن عندنا عثمان بن مظعون. لما مات قالت رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: ومن يكرمه إذا لم يكرم هذا الرجل يا رسول الله؟ عثمان بن مظعون كان عابدا وكان مجتهدا، بل كان قد أراد أن يتبتل، يخزي نفسه وينقطع للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والذي نفسي بيده لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فبعد مدة جاءت وقالت: يا رسول الله، إني رأيت له عينا تجري. قال: ذاك عمله، أي عمله يصل إليه. فالحاصل أيضا أن الرسول أقرع بين الصحابة كي ينزل المهاجرون عندهم في مساكنهم. قال تعالى مثنيا على الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالشاهد أن الصحابة أيضا قسموا كي يسكنوا في منازل الأنصار. وعن العمل، كان المهاجرون قد أتوا إلى المدينة ليس لهم كبير عمل وليست عندهم أموال ولا أراضي. فقالت الأنصار: يا رسول الله، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا، كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأبى المهاجرون ذلك. قالوا: إذن تكفوننا المؤونة وتشركوننا الثمرة، يعني انتم رفضتم تأخذوا نصف النخيل لكم، نصف نخيلنا، طيب اشتغلوا في النخيل وانتم عليكم عمل والناتج منصفة بيننا وبينكم. فقبلوا ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن النبي بدأ يرسي قواعد الدولة بإذن الله، التي يقال في صلاح زمننا الدولة عموما، بدأ في إرساء قواعدها ووضع الأشياء التي تخصها كبلاد فيها حكم الله يسود. وبالله تعالى التوفيق. أحد له سؤال في القدر المسموع؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بهذا القدر الأجتزئ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.